من واشنطن ينضم إلي عبر خدمة سكايب البروفيسور طلال نصولي، مدير المركز الدولي لدراسات المناعة. مرحبا بك بروفيسور معنا. يعني النيكوتين يساعد بمحاربة فيروس كورونا، إلى أي مدى يبدو هذا الكلام دقيق؟ هذه اكيد هني عم بيعطوا هلا نوع من هايبوثيسز، يعني اقتراح لا اكثر ولا اقل. انتبهت كيف الشيء اللي عم بيصير تنسهل الامور اللي عم يتابعوا معنا. هذا الكورونا فيروس اللي شاغل الدنيا كلها شايفينه هون، تيفوت على الخلايا تبع البني ادم موجوده هون الهوست، بيقدر يفوت في عده طرق، بس في طريقتين بيقدر يفوت عن طريق الاي سي اجيتوسين ريسبتور هوني، تبعت شو، وبيقدر يفوت عن طريق النيكوتين اسيتيل كولين النيكوتين ريسبتور، تبعت شو. هلا هم عم بيقولوا انه اذا عملنا بلوكج تبع ال سوري اذا عملنا بلوكج تبع ال خلي اعمل هيك اذا عملنا بلوكج تبع الاسيتيل كولين اللي هو هيدا هون، تبعت شو، انه ما بقى بيفوت، بيصير الفيروس ما بقى بيفوت. المشكلة إذا وقفنا نحن الفيروس من دخوله من هذا الباب، بده يصير يفوت كثير من الباب الثاني اللي هو الـ ACE2 أنجيوتنسين ريسبتور. وإذا بلشنا نزيد ضغط على الأنجيوتنسين ريسبتور 2، بده يعمل most likely cytokine storm، بده يعمل كيماوي بيعطي ضرر للإنسان، وبيصير الامور تتدهور حتى اكثر. هلا هذه هم مش دراسه، بدهم يعملوا دراسه. انا بالنسبه لي انه بدهم ينتبهوا منا، لانه بده يصير في، بدل ما يفوت من باب واحد عم بيصير في بابين. عندك اذا سكرنا الباب هذا بده يروح على الباب الثاني اللي هو الانجيوتنسين 2 ريسبتور، وهذا اذا عمل اوفر اكتف بطريقه ملموسه بيصير عندنا السيتوكاين ستورم اللي كلياتكم عم تسمعوا عليها. هذه سيتوكاين ستورم كارثه من الكوارث. يعني طيب بروفيسور طلال، يعني هل هذا يؤكد تحذيرات الصحه العالميه من انه المدخنين قد يصابون او هم عرضه اكثر للاصابه بهذا الفيروس، خصوصا وانه هذا الفيروس يستهدف بشكل اساسي الجهاز التنفسي؟ مظبوط، طبيعت عملوا دراسه بالصين، طبيعت هذه من شيء اسبوعين، كيف السجاير بتعمل كارثه كبيره على الجسم اذا واحد عم يدخن. وطبعت في التشاينيز ميديكال جورنال، هذه فبراير 28 2020، كارثه كبيره، بفوتوا على الات التنفس، بفوتوا على الاكسجين بينزل وكذا. الدخان كارثه ما في شك ولا سؤال. هلا هم عم يقترحوا نيكوتين، بدل ما يعملوا سيجاره بيحطوه على الباتش، نيكوتين باتش. يعني هذه المصيبه اقل بكثير، لانه السيجاره بتعرفي بتخفف مناعه الجسم، بتخفف مناعه الريات، السيليا هذول الشعرات الصغيره ما بتشتغل مظبوط، كل الخلايا اللي موجودين والكيميكال الكيماوي اللي بيقتل الفيروس وغيره كله بينزل، لايزوزايم ولاكتوفيرين كله هذا نحن عندنا اياه، الله اعطينا اياه هذا، اذا كله هذا بننزله بيصير في مشاكل اكثر، يعني معناتها اللي بيدخن في عنده هاي ريسك يصير عنده مشاكل. هلا هم ما عم بيقولوا على الدخان، عم بيقولوا على النيكوتين باتش. نعم طيب شو صحيح بروفيسور، دعني أذهب اليوم، في باحثين ببريطانيا يقولون أن هناك أطفال يعانون من متلازمة التهابية نادرة، وبعض الباحثين يربطونها بفيروس كورونا، إلى أي مدى يمكن الربط ولماذا يمكن الربط بين هذين؟ ليكي هذا فيروس جديد جدا، يعني كل أسبوع عم نكتشف شيء جديد عليه، ما شاء الله عليه، كل أسبوع في شيء جديد ولا كل يوم في شيء جديد. هذا اللي نحن الأطباء بالمناعة وبالحساسية وبالأجسام بالأمراض الجسومية عم بيزعجنا جدا. هلأ الشيء اللي فرجه أنه عم بيصير في مشاكل في المخ، يعني هلأ بيجي شخص بيصير معه الكورونا فيروس، بيصير معه ساعة له، وبيصير معه صعوبة تنفس وكذا، كل شيء بيروح أوكي. بعد أسبوع أسبوعين بيصير معه ديزنس، بيصير عم يدوخ، وجع راس، ما عم بيتحرك مظبوط. هذا الشيء اللي عم بيصير، ما هو راينو فيروس بفوت من الانف يا من التم، تبع شو هذا الانف هنا وهذا التم، شوفي كيف بفوت لجوا هون وبيصير بقى يتكرر هنا، عم يتكرر هون. هلا شوفي هون عندنا المخ، وفي في فتحات صغيره بين هون وهون، الكريبريفورم باليت بفوت عن طريقه، تبع شو، ومعقول يوصل على المخ ويعمل مشاكل المخ. هذه المشكله الكبيره اللي كمان هلا
ام نحن عم نفسرها بهالطريقه هيدي؟ معناتها انه عم بيعطي مشاكل متاخره، مش بس مشاكل هلا، بس تطلع مشاكل بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه بعد ما يتحسن الشخص، خصوصا عند اولاد صغار طلعت هالنتائج هذه. طيب ايضا في الصين اليوم يحذرون من انه هذا الفيروس سيتجدد وسيظهر كل عام، وينسبون هذه التنبؤات الى انه الفيروس قادر على دخول الجسم من دون ظهور اعراض. اولا لماذا يمكن او ماذا يعني عدم ظهور اعراض عندما يدخل الفيروس الى جسم الانسان؟ لانه هو بيدخل الفيروس اول شيء وبياخذ اسبوع اسبوعين يا ثلاثه تيصير في عنا عوارض، بصير وقت الحضانه تبعيته ملعون، هو بين اربع ايام لاسبوعين يا ثلاثه اسابيع عمره، وقت الحضانه ما في عنا ابدا عوارض، بس عم نفرز الفيروس بالجو، عم نفرزه على الطاوله، اذا قاعدين عم نتعشى مع حدا عم نتكلم بيطلع بالجو بيلقطوا الشخص الثاني، وما في عوارض، لا في حراره، لا في سهله، لا في صعوبه تنفس، تبعت شو؟ بقى هذه مخرج كثير، بس نحن الصين عم بتقول لنا هيك، نحن حنبرمها فوق الصين، ليه؟ لانه بدنا نطلع نحن بدنا نعمل الفاكسين اللي هو اللقاح ضد الفيروس اذا الله راد، وهذا الفيروس هون اللي موجود اذا عملنا اللقاح عليه بيلقط دغري بفوت وبيروح الفيروس ساعتها ما عندنا مشكله، بس اكيد بعده عم نشتغل على الفاكسين واللقاحات اللي بتطلع. هلا في شيء جديد طالع مزعج جدا، عملوا دراسه فرجوا انه ما في بقى، السؤال ليه في ناس مثلا بيمرضوا كثير بيوقف نفسهم بيروحوا على المستشفى بيحطوا اكسجين نزل بيحطون على آلة تنفس مزبوط، وفي ناس بنفس العمر تقريبا نفس الصحه صار معهم خفيف، يعني صار معهم حراره خفيف، يعني بيتعبوا بالبيت. انا بقول لك شو اللي بيصير معهم خفيف، بيتعب بالبيت حراره بالليل، بيقوم ما بينام، بيصير عنده نايت مير كذا كذا كذا. فرجوا دراسه طلعت هنا كمان من الصين، فرجوا انه في عده انواع كورونا فيروس 19، عندك الكورونا فيروس 19 الخفيف وعندك الكورونا فيروس القوي، في 30 نوع منه 30. نعم. من الخفيف والقوي بتعرفي قد الفرق؟ 300 مره اكثر، 300 مرة أكثر أضعاف، بيعمل تشويه وبيعمل مشاكل بالجسم، كل واحد كأنه عم بيلعب قمار، يعني جامبلينج، هو حظه إذا أجيل الفيروس كورونا فيروس العاطل ولا أجيل كورونا الفيروس العاطل بس أقل مشكلة. لهذا السبب نحن بدنا نقول لكل المشاهدين أنه يا جماعة انتبهوا، ما تقول أنه جارك صار معه وجارك قعد يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع في البيت ورجع ظهر، وأنا ما أقول يصير معي شيء، لا، ما بتعرف شو بده يجيك، يمكن يجيك كورونا فيروس الخفيف، يمكن يجيك كورونا فيروس الملعون اللي بيعمل لك قصة طويلة عريضة. البروفيسور طلال نصولي مدير المركز الدولي لدراسات المناعة، شكرا جزيلا لك.